عن الخوف والتوتر. رابعا أساليب المراجعة وتنظيم الوقت أثناء الامتحان. أيها الأحبة، سدل فاضل إلى سدل كريم، كل باسمه كل بمقامه، فردا فردا. أرحب بكم جميعا معنا اليوم بهذه المناسبة. دارونا نوع من التحفيز بان اجتازوا ذاك الخط الأحمر اللي يدخلك في شهادة البكالوريا. أنا نحضروا بقوة وإن شاء الله ربي ينجحنا إن شاء الله، ونفرحوا والدينا إن شاء الله، ونفرحكم أنتم معنا. السلام عليكم، معكم طالبة دابي كوثر، متحصلة على شهادة البكالوريا 2022 بمعدل 17.91 شعبة رياضيات. أود أن أقدم نصيحة عدم الخوف في معركة القلق، تفادوا القلق، أخرجوا من جو القلق، حاولوا أن تحافظوا على تحفيزكم خاصة في الأيام الأخيرة. على هامش حفل تنصيب أول نشاط أرادت أن تقوم به الجمعية كافتتاح لسجل أنشطتها، ارتأت أن تقوم بتنظيم يوم تحسيسي لتقديم المرافقة النفسية والدعم المنهجي لطلبة البكالوريا، وذلك مرافقة لهم ودعما لهم. ونتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يوفق طلبتنا الأعزاء. حاولت من خلال هذه المداخلة إعطاء الطالب فكرة على قلق الامتحان، وأن هذا القلق هو قلق طبيعي سببه الرغبة في التفوق والنجاح. وبالتالي يعني كل طالب يصرى له هذا القلق يعني بشيء عادي، وأن هذا القلق حالما ينجلي مجرد بداية الامتحان واستلام أول موضوع الامتحان البكالوريا. لذلك أنا أنصح أبنائي دائما حسن الاختيار. الاختيار لابد أن نلتقي مع طلبة القدامى، زملائي، أوليائي، ما هي الرغبة عليها راح نديرها في الجامعة. بطبيعة الحال هناك لجنة التربية والتعليم التي هي بدورها تضع برامج سنوية من أجل مرافقة سواء الشباب البطل أو طلبة جامعيين أو تلاميذ مقبلين على شهادة البكالوريا ككل، من أجل الرفع بهم ودفعهم إلى القدم بإذن الله. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا.